فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل يقول: والدي توفي وله زوجة أخرى غير أمي، وهذه الزوجة مجهولة الهوية، وأنا أخاف من المسؤولية، هل أتركها تذهب مع إخوانها وتقضي عدة الوفاة عندهم، أم يجب علي أن أضعها عندي في غرفة في بيتي؟ نعم، تعتد في بيت الزوج اللي توفي وهي فيه، فإذا خلصت العدة تذهب حيث شاءت، لأن بقاءها في بيت الزوجية وقت العدة واجب من واجبات العدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.